مساء الحب جمهورنا العظيم من بغداد، الموسيقى والفن والإبداع. القدع عفوك عفتني وقت البيت جنت. حب عندك أول وثاني وثالث يعني؟ لا ما بي حب واحد. صارت نمبر 1 بالوطن العربي يعني من جميع أنحاء الدول العربية يغنون اللهجة العراقية. أكبر هزيمة بالحياة لما تخلى عن مبادئ تمسح شيء يسوي له ديليت من العالم العنصرية والطائفية. تريح أعصاب من حضنك بني آدم لا دواء. تعال سمعك أول أيام العيد على الفواحد.